خلونا نشوف. اوكي هنا. يقول لك الزيرو بوينت مفضوح، هو اللي يتحكم في العوالم. Understood, ma'am. I'm on it. And do not draw the attention of the seven Jones. Oh, ما سمعها. شيء مهم ما سمعها. Right. I just need to stabilize the zero point and reseal the bridge, but not let anyone escape. Easy, right? Okay. Locate the best hunters across all the eyes. Signatures triangulated and defined. Execute. This better work. ستيف الشنب. ستيف المنقذ. اوف. هذا الماب نفسه ولا الجديد؟ لا والله شكل، لا والله نفسه. فورتنايت سيزون 5 زيرو بوينت. شبيه للموسم الخامس اللي نزل الشابتر الاول، قالوا سيزن 5 ريفت وجابوا اشياء جديده. يوه. فتح سيفر. اوكي في عندنا تشتري الباتل باس وفي شيء ثاني جديد ما اعرف وشو، بس اسمه فورتنايت كرو. اتوقع تشترك 11 دولار بالشهر ويعطيك اشياء ميزات منها الباتل باس وسكن بالشهر و1000 في بوكس كل شهر، شيء زي كذا اتوقع اذا ما خاب ظني. هذا الشيء الجديد اللي اضافوه. معنينا خلونا نشتري في بوكس. طبعا قبل ما تشترون الباتل باس تكفون تاكدوا، روحوا الايتم شوب ويكون عندكم الكود FRL زي ما تشوفون عندكم هنا بالشاشه، تحط عليه ستم وبعدين تروح الباتل باس وتحط شراء الباتل باس. وين اقدر اشتري من وين؟ بسم الله اشتر باتل باس يا مدير. متحمس اشوف الباتل باس صراحه، ما شفته يعني، ما شفت التسريبات انا. اوكي طلع لنا السكن العادي هذا حق ستار وورز، طبعا تعاون بين فورتنايت وبين ستار وورز، وهنا اغنيه الحدث اللي صارت، وعندنا هنا صوره سبراي صوره اتوقع ايموت، ياب ايموت وايموت ثاني. عندنا سكن للاسلحه، عندنا صوره، عندنا باك بلينك عادي هذا يطلع في التريلر، عندنا اتوقع ايموت، ياب ايموت نزله، سكن البنت البويه عادي حلو. هذولي اتوقع تشالنجات. رقصه 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 رقصه. عادي. صبغه. عندنا سيل فال شو اسمه الاكس جلايدر، بويه ثانيه، باك بلينك. اوكي حلو يعني. حلو لحد الحين ما في شيء واو، ما وصلنا لاي شيء واو. بانكيك والله بانكيك عاد، اليوم انا ماكل بانكيك عاد. عادي في بوكس. يلا خلونا نشتري الباتل باس كامل عاد الحين. وين نروح؟ نقول بيرتشيس ليفلز هنا، وخلي يا مدير نفس كل مقطع او كل سيزن ينزل. كذا شرينا الباتل باس كامل. يلا خلونا نستعد ونستكشف الباتل باس مع بعض. عندنا حقه النزله، سكن البانكيك، توقع تشالنج جلايدر البانكيك مع السيرب، ايموت، رقصه. اوكي طبعا هذا المفروض يكون في فلوس، بس في بانكيك، هذا باك بلينج. صوره سكن ثاني كاوبوي حق البانكيك، عندنا بانكيك مره ثانيه، جلايدر بانكيك. اتوقع هذول اول مره يسوون ينزلون نفس الشيء اكثر من مره صح. اوكي معنا هنا اكس، صبغه حق سلاح. اوه هذه الشخصيه الجديده اللي يطلع لها من جناح من وراء، هذا الباك بلينج حقها. اي هذه يطلع من وراء، شوف ايوه جلايدر جديد، شوفوا يطلع كذا من ورا، شوفوا حلو اكس. هذه
نوع ثاني من نفس السكن يطلع حيايا من راسها. اوكي عندنا اكس. اوه في هنا الباك بلينج ما شفناها. اوكي هذا اكس. صورة ما ادري صراحة ايش هذا. اوه تتغير تصير قرش. ما اعرف. اوكي باك بلينج صورة. قصدي نوع ثاني من اللي تتوني مصحصح عيال تعبان مرة استنى سيزن ينفتح. اوكي نزلة. صورة جلايدر. صورة صبغة. اوه هذا سكن شكله حلو. والله حلو. والله هذا سكن حلو. واو. هذا باك بلينك حقه. هذا الاكس. ايش هذا؟ هذا الرقصة. والله حليو. يجي منه اغنية. طبعا انا ما مشغل اغاني عشان خايف من يجيني كوبي رايت صبغة. هذا الجايدر. اوه هذا شخصية الانمي. شوفوا هذا شخصية الانمي. شوفوا 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 شخصية الانمي. والله حلوة. اوكي هذا سكن السلاح حق الانمي. طبعا الانمي مو بعد ولا انمي يعني انيميشن. هنا هنا يتغير. شوفوا 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 هذا اوه ماي جاد والله انها حلوة مرة. طبعا هذا وول بيبر. هذا باك بلينك. هذا نفس اللي يتغير اللي موجود في الباتل باس اللي موجود في المقطع اسف حق الباتل باس. كل شوي بيقعد يتغير. اتوقع هو سكن المية صح؟ إذا ما خاب ظني هو سكن المية أو لا هذا سكن التسعين ولا لو والله هو سكن المية يمكن. كل شوي يتغير. يب هنا يتغير صح؟ لا لا لا, لا. هذا الإيموت حقه. أوكي هنا كامل. يا بيبي يودا معقولة بيبي يودا آخر شيء؟ حلو مرة بيبي يودا والله. ويعطونك 1200 في بوكس. أوكي تمام مرة مرة حلو. كذا خلاص هذا الباتل باس ما في شيء ثاني. هذول يطلعهم بالتشالنجات. في عندك الثاني هذا التشالنج وطلع هذا بالتشالنج وطلع هذا بالتشالنج. وفي بعد زيادة. كل هذول يطلعهم بالتشالنجات. كل هذول يطلعهم بالتشالنجات. قهر. وهذول سبع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسع أشياء غامضة ما نعرف عنها ولا شيء. أتوقع هذول بيعلمونا عليها ببداية كل أسبوع بالسيزن يطلعون لنا شيء في الباتل باس من التشالنجات. المهم هذا كان الباتل باس زي كل سنة أو كل موسم ينزل نوريكم الباتل باس وبعدها نبدأ نوريكم المقاطع عن الموسم. أتمنى يعجبكم المقطع. لا تنسوا كود إفرا لو أنتم تشترون الباتل باس. الله يعطيكم ألف ألف عافية. تسعدني ويعني لي الكثير إذا استخدمت كود FRL وشريت الباتل باس. شكرا 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 لكم. ويلا إن شاء الله هذا الشهر نكثر من فورتنايت لأن الموسم جديد وإن شاء الله تطلع اللعبة مرة حلوة. مع السلامة ولا تنسون اللايك ولا تنسوا تشتركون. بنوصل 3 مليون. Nails done. I like the girls with the nails done.